سعيد أنني أحضر هذا الحفل الذي نظمته هيئة المحامين تطوان عفواً وعلى رأسها النقيب السيد الدجاج، وشرف لي أن أحظى بلقاء حول كتاب المحاكمة العادلة، ويصعب علي أن أعبر عن سعادة مهنية كون زملائي وزميلاتي بهيئة تطوان اعتنوا وقدموا عناية خاصة من خلال الشهادة التي حصلوا عليها من زميلات وزملائي لي، ومن خلال حضور عدد من نقباء الهيئة ومن محاميات ومحامين. وكتابي هو رسالة لكل المحامين والمحاميات لأجل العناية بدورهم والقيام بمهامهم تحت مسؤولية الضمير وتحت مسؤولية الأخلاق المهنية للمساهمة في بناء مؤسسات دولة القانون ودعم رسالة القضاء من خلال القيام بأداء أدوارهم أمامه تحت قسم وتحت الشرف وتحت الضمير الذي يطوقنا ويجعل منا فاعلين أساسيين في محراب العدالة. وطبعا المسيرة طويلة وعلى المحامين أن يقدروا هذه المسؤولية وأن يقدروا دورهم الذي لن ينتهي اليوم أو غدا، ولكن هو دور العمر المهني الذي يفرض علينا أن نكون حاضرين وحاضرات كمحاميات كذلك في هذا الورش، وهو ورش بناء عدالة حديثة، عدالة تتمتع بكل القيم الكونية التي وصلتها المواثيق والإعلانات الدولية. يأتي هذا اللقاء بالاحتفاء بالأستاذ القيدوم النقيب عبد الرحيم الجامعي، ومن أقطاب هيئة الدفاع بالمغرب الذي قدم الكثير في لهذه المهنة، والرجل عرف وشهد له بالكفاءة والنزاهة والشجاعة في تناول عدة مواضيع سواء ذات صلة بموضوع العدالة أو بالمواضيع المتعلقة بجانب حقوق الإنسان. وكان هذا اليوم استدعينا لتقديم قراءة مقتضبة لهذا الكتاب الذي يحتاج لدراسات وأيام دراسية إن صح القول في هيئة الدفاع بتطوان التي استدعتنا لتقديم قراءة لهذا الكتاب. وفي الحقيقة كان كتابا رائعا، مؤلفا رائعا، جمع بين مفاتيح للتأصيل المعرفي حول موضوع المحاكمة العادلة، مفهومها وآفاقها ولا من حيث ممارستها ولا من حيث الأفق المستقبلية لتطوير هذا المفهوم وتنزيله تنزيلا صحيحا على المستوى التشريعي ولا على المستوى الإجرائي. ثم كان في شق من هذا الكتاب الذي تناولناه شقا ممارستيا، شقا يكن على المهارة هذا الرجل ويكن على عمق فكره ومساحة اتساع مساحة ثقافته وتجربته العملية في صياغة المرافعات وصياغة المذكرات سواء تلك التي تقدم في مرحلة من المراحل التقاضي الدرجة الثانية أو أمام محكمة النقد، وما تثير هذه المرافعات وهذه المذكرات من تشويق ومن وسائل مشوقة ومن وسائل معرفية قيمة التي من شأنها أن تكون نبراسا ومصباحا للمحامي المبتدئ أن يستعين بها، كما تم التلويه بشخصه الكريم الذي أعجبنا كثيرا برزانته وبأخلاقه الرفيعة وتواضعه، ونكن له كل التقدير كأسرة العدالة من جانب القضائي، نكن له التقدير والاحترام وننادي بأن تكون مثل هذه الرسوم بعض الوقفات وبعض الالتفاتات التي من شأنها أن تعرف بهذه الشخصيات حتى تكون قدوة لهذه الأجيال، لهذه الجيل القادمة.